على خط رفيع تسير إيران من جهة وبريطانيا والولايات المتحدة من الجهة المقابلة، بين حافتي الحرب ولا حرب ولا أفق لحلول سلمية بالكامل. تتمسك الجمهورية الإسلامية والمملكة المتحدة بمواقفهما من احتجاز ناقلتي النفط في مضيقي هرمز وجبل طارق، وتضيف طهران أن لندن وواشنطن تعملان على زعزعة أمن الملاحة البحرية. قائد البحرية الإيرانية قال إن مياه الخليج آمنة ولا حاجة لتحالفات دولية، مؤكدا أن القوات الإيرانية ترصد كل تحركات البوارج الأمريكية ولديها أرشيف كامل لذلك. إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني قال إن إنشاء تحالف دولي في الخليج سيتسبب بانعدام الأمن. لا حاجة لتشكيل تحالف في مياه الخليج، لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة بحد ذاته يتسبب في انعدام الأمن. إيران حافظت دوما على أمن الخليج، وأمنه لن يعود إلا عبر رفع الضغوط عن إيران. لا تسعى طهران إلى الحرب مع واشنطن، أما مع لندن، فقال وزير الخارجية الإيراني مخاطبا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد إن بلاده لا تريد المواجهة وتسعى إلى علاقات مع بريطانيا قائمة على الاحترام المتبادل، رافضا الاتهامات البريطانية بانتهاك العقوبات الأوروبية على سوريا. هذا في وقت يدور فيه الحديث عن وساطات جارية بين طهران ولندن. إيران ترحب بأي وساطة، لكن باعتقادي الأزمة لا تحتاج إلى ذلك، فالحل الذي تطالب به طهران معروف، وهو الإفراج عن الناقلة الإيرانية قبالة جبل طارق من دون شروط مسبقة. وسط التوتر في الخليج والدعوات الموجهة إلى طهران لتعديل سلوكها في المنطقة، تستقبل بحرارة وفدا قياديا من حركة حماس لتشدد على عدم وجود تغيير في سياساتها الإقليمية مهما اشتدت الضغوط. لا يؤمل الكثير في طهران من التغيير في بريطانيا على كرسي رئاسة الوزراء، فلندن اليوم في نظر طهران باتت أقرب إلى واشنطن، والتوتر معها حتمي إن كانت جزءا من تحالف بحري يضايق الإيرانيين في مضيق هرمز. عمر هواش، RT، طهران.